تقدم نفسك؟ انا اسمي عبد الحميد صلاح شريف، انا المدير التنفيذي بتاع مشروع اسكايب والمسؤول عن التنفيذ بتاع المشروع دوت من خلال الجمعيه المصريه لعماره الارض. ايه اخر شغل لغايه دلوقتي في ايسكايرو في الاب تاون هاب؟ احنا ابتدينا بكونتينر واحد بحيث ان هو يبقى قابل للصواب والخطا عشان نقدر نوصل بالتجربه كامله، بحيث ان احنا ما نقدرش نغلط بعد كده. فابتدينا بالكونتينر الاولاني اللي هو هيشكل اول جزء في الفاب لاب. الفاب لاب عباره عن 2 كونتينر هيبقوا مفتوحين على بعض. ابتدينا ان احنا نقطع طبقا للتصميم الجنب اللي هو مفتوح على الكونتينر الثاني والجنب اللي ورا والجنب اللي قدام. وابتدينا نكتشف ان الكونتينر هو جنبه كلها متساويه لكن في بعض الاجزاء اعلى واوطى من الاخرى. ابتدينا نعدل في التصميم الداخلي وتوزيع المقاسات بتاعتنا طبقا للمسجدات اللي جدت بعد ما كنا نفتح اول كونتينر، خاصه كمان ان هو حصل فيه عمليه هبوط من تحت شويه، فده برده خلانا نقعد نفكر تاني ان احنا ازاي نقدر ندعم دوت بحيث ان احنا نحافظ على نفس الشيب الاساسي للكونتينر. تمام. طيب والمرحله اللي جايه هنعمل ايه؟ المرحله اللي جايه ان احنا دلوقتي بنبتدي نصنع بعض الزاوي الحديد علشان خاطر نقدر نحافظ على مقاسات الشبابيك واحده، بحيث يبقى كل مقاس شباك كده يركب في سته كونتينرات. التصميم المقترح ان الفاب لاب بيتشكل من 2 كونتينر المسافه ما بينهم 1 متر، يبقى عندنا المسافه الاجماليه 5 متر و12 متر طول. ففتحنا الكونتينر كامل اللي هنا، فتحنا الكونتينر الثاني، نفتح الكونتينر الثاني دلوقتي كامل من هنا بحيث يبقى الاثنين عندنا مساحه فراغ واحده تشكل 5 متر في العرض بتاعنا. ويبقى الجزء الثاني في عندنا في الكونتينر ده شباكين في التو كورنرز، عندنا الشباك ده فتحنا فيه زي ما هو باين كده طبقا للمقاس، هيركب شباك ثاني تمام، وفي الكورنر اللي هناك هيركب شباك ثاني هو وفي الخلفيه اللي ورا. الناحيه الثانيه هتحصل عمليه معكوسه شويه، بدل ما يبقى شباكين هيبقوا في التو كورنرز الشباكين هيبقوا في النص عشان تدي مساحه رؤيه افضل للكورت يارد اللي ما بين الفاب لاب وما بين التريننج والكونفرنس.